مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أحييكم أجمل تحية صباحية مع انطلاقة شوطنا الخامس في تعداد أشواط صباحي هذا اليوم، مع هذه الانطلاقات، مع هذه التحديات، مع هذا السن، سن اللقاية، انطلاقة سليمة لهذا الشوط وهو شوط خاص باللقاية. الإبكار في مسافة وانطلاقة الخمسة كيلومترات، جائزة هذا الشوط سيارة للمركز الأول. نتمنى التوفيق لجميع الأخوة المشاركين مع هذه التحديات ومع هذه الانطلاقات المثيرة. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع الصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة، وأرهني أيضا الاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع الأمتار الأولى والتحديات المثيرة. مشاهدينا متابعينا الكرام، وأرهني اللي قادت المجموعة الصائلة أو أرى التسلل من الجانب الآخر، من الجانب الآخر أرى هني سيطرة لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري من انطلقت بناموسي هذا الشوط للمركز الثاني. التحديات من الظبي لحمد بن سهيل بن خيرات بن دودة العامري، ومع المركز الثالث من الجانب الآخر التسلل والانطلاق المثير من هملولة فالح بن مسلم بن زفنة العامري. نعود مع المركز الرابع كي أرى التحديات القادمة والتسلل المثير والرايع، أرهني شديدة لمحمد بن سعيد بن سلطان اللي حافي مع المركز الرابع أو المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى المنطلقة والمندفعة بناموس هذا الشوط. نعود بالصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع بداية هذا الشوط. يا سلام، وأرهني هملولة من انطلقت بالصدارة، انطلقت بمقدمة هذا الشوط فالح بن مسلم بن زفنة العامري، من يتابع انطلاقة هملولة، ولكن سيطرة مع المركز الثاني لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري. ننطلق مع المركز الثالث، مع المركز الثالث من الجانب الآخر التسلل من الظبي لحمد بن سهيل بن خيرات العامري، ومع المركز الرابع نعود مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع الصائلة لعلي بن سليم بن علي بن سعيد العامري، ومع المركز الخامس، المركز الخامس أرى التحديات من شديدة لمحمد بن سعيد بن سلطان اللي حافي هذه النتيجة. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى للمرة الثانية مع هذا الانطلاق المثير. يا سلام، مع هذا التحدي أيضا على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ومع هذا السن، سن اللقاية، السن الأسرع والأجمل في هذا العالم الساحر. نعود بالصدارة، نتابع هملولة، نتابع هملولة اللي يار الشوط منذ البداية فالح بن مسلم بن زفنة العامري، من يتابع انطلاقة هملولة وهي تقود هذا السيل، تقود هذه الجموع، تقود هذا الركب منذ البداية فالح بن مسلم بن زفنة العامري، من يتابع انطلاقة هملولة. ولكن أرى التحديات أيضا، أرى هني الظبي مع المركز الثاني لحمد بن سهيل بن خيرات العامري، ومع المركز الثالث، المركز الثالث التسلل من سلهودة، من بدأت تتسلل بأول ندى لسعيد بن هلال بن طراف المنصوري شديدة، تنطلق مع المركز الرابع لمحمد بن سعيد بن سلطان اليحافي، وخامس التحديات أرهني الصائلة لعلي بن سليم بن علي العامري. هذه النتيجة، هذه النتيجة، والسيطرة مع هملولة، ولكن أرى الهجوم مكثف، والكوكبة الثلاثية على مقدمة هذا الشوط مع هذه التحديات الرائعة. وأرهني الظبي انطلقت بالصدارة، انطلقت بالمقدمة، قادت المجموعة بشعار حمد بن سهيل بن خيرات العامري، ولكن أرى التحديات من سلهودة لسعيد بن هلال
الهلال بن طراف المنصوري، ومن الجانب الاخر هملول الفارع المسلة بالزفنة العامري، والتحديات القادمة. يا سلام، اردت تسلل ايضا نتاب غزلان لفارس بسيل اليبهوري الظاهري، تتسلل من الجانب الاخر، وارى الانطلاق ايضا التحديات الجميلة من شديدة لمحمد بن سعيد بن سلطان اليحافي. يا سلام، بدا الزحف على المراكز المتقدمة، والتغيير ما شاء الله تبارك الله، 1200 ما تبقى عن خط النهاية، وأرى هني غزلان، أرى غزلان قادة المجموعة بهذا الشعار فارس بن سهيل اليبهوني الظهري، ولكن التحديات من العين لنابت محمد بن خيلة العامري مع المركز الثاني، الثنتين والعين تتسلل بعد المغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير والخطير. يا سلام، التحديات القادمة، ولكن العين على الصدارة، العين على المقدمة، قادمة من مدينة العين، مدينة الخضرة والجمال، من دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن أرى الهجوم، والتسلل، نتابع شديدة ولكن أرى الانطلاق الشاهينية لخليفة بن عوض بن شيل العامري، تتسلل بأول لدى، والعين تسيطر، يا سلام، ولكن التحديات من الشاهينية، مع المركز الثاني، شديدة مع المركز الثالث، الكوكبة الثلاثية، اللحظات الأخيرة، العين شديدة والعين والشاهينية والتحديات المثيرة، ولكن العين هي الأقرب، سلام دولة الإمارات، سلام، اسعدتوا صباحا يا هالي الهير، تهانينا لنابت بن محمد بن خيلة العامري على فوز العين بالمركز الاول، لحظات الوصول، لحظات الاغتراب من خط النهايه، والعين على راس الحربه، تهانينا لنابت بن محمد بن خيل العامري على فوز العين بالمركز الاول، المركز الثاني شديده لمحمد بن سعيد بن سلطان اليحافي، المركز الثالث تصل فيه شاهينيه خليفه بن عوض بن شيل العامري، المركز الرابع التحديات من حسايس لهزاع بن سعيد بن محسن الفلاحي، المركز الخامس القدوم ايضا من يوده لسالم بن راشد بن سعيد بن خربوش العويسي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى، ولكن لنا عودة مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني ولحظات وصول العين إلى خط النهاية، تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها هذه لحظات الوصول 7 دقائق 43 ثانية، 96 جزءا من الثانية. تهانينا النابض محمد بطيلة العامري، واللي وصلت مع المركز الثاني، شديدة تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 7 دقائق 44 ثانية، 64 جزءا من الثانية. تهانينا لمحمد بن سعيد بن سلطان اليحافي، واللي وصلت مع المركز الثالث الشاهينية، تقطع المسافة في فترة زمنية مقدار هذه لحظات وصول الشاهينية إلى خط النهاية مع المركز الثالث، تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 7 دقائق 44 ثانية، و90 جزءا من الثانية. تهانينا لخليفة بن عوض بن شيل العامري، تهانينا للجميع والناموس. إذا مشاهدينا الأعزاء